هدفين، ودائما التعادل السلبي بين المنتخب البرازيلي ومنتخب بيرو. كولا والتقاط كولا والهدف الاول لصالح المنتخب البرازيلي. لمن؟ لقلب الدفاع، لقلب الدفاع انطونيو كارلوس لاعب روما الايطالي يقول نحن هنا، نحن في الدفاع ونحن كذلك في الهجوم. ورغم ايطاليا والبطوله القويه، انطونيو كارلوس يفتتح النتيجه لصالح المنتخب البرازيلي 1-0. التقاط كره سليم بالصدر وحط كره في مكان سليم جدا. هل كان هنالك تسلل ام لا؟ الحكم المساعد الاول موقفه كان سليم ايضا في هذه المره، والحكم باشارته ايضا من بوضوح ممتازه جدا. كره كفو في اتجاه زميله مدافع، المدافع بصدر وبالكره في يعني في الشباك. اول هدفه التكتيكيه يرتكبها دفاع البيرو تكلف معناه هدف. 1-0 لصالح المنتخب البرازيلي. تهدأ الامور قليلا، يعني بالتحديد في الدقيقه 35 من الشوط الاول.